بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة Satellite Communications. بنشرح دلوقتي الفريكوانسي Allocations for Satellite Services. من اسمها Frequency Allocations يعني ايه؟ يعني حجز الفريكوانسي، يعني في مجموعة من الترددات بتحجزها للخدمات بتاعة الفريكوانسي، بنحجزها للايه، للخدمات بتاعة الفريكوانسي. ففي عندي بنقسم هنا لثلاثة ريجونز، ثلاث مناطق. ريجون الأولانية اللي هي خاصة بأوروبا وأفريقيا والاتحاد السوفيتي ومنغوليا، واخدينه ده الريجون الأولاني، واخد مجموعة من الترددات. ريجون التاني اللي هو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والجرينلاند عندي. الريجون التاني يا عبد الرحمن عندي اللي هو النورث والساوث أمريكا والجرينلاند، دي تعتبر المنطقة التانية. المنطقة التالتة هي آسيا، أستراليا والساوث ويست باسيفيك. فطبعا دول المناطق اللي انت بنعمل ايه، بنديهم مجموعة من الايه، من الترددات الخاصة بالساتلايت سيرفيسز. يعني كل منطقة من دول بتتحجز لها ترددات معينة. تمام كده؟ طيب تعال نشوف السلايد اللي بعديها. اللي هي 13، السلايد 13. هو معلش الماوس تقيل شوية. 13 ماشي. الخدمات، بعض الخدمات اللي provided by the satellite are عندنا fixed satellite services. يعني عندنا الخدمات الخاصة بالفيكسد ساتلايت، الساتلايت الثابت اللي موجود في مدار ثابت حوالين الأرض. في برودكاست، برودكاستنج ساتلايت سيرفيسز الخاصة بالإيه، برودكاستنج يعني بالإذاعة بالبث، زي المحطات الأرضية اللي المفروض الطبق بتاعك بيستقبلها، اللي انت بتشاهد من خلالها مثلا الماتشات، القنوات المختلفة اللي هي خاصة بالمحطات الفضائية. فده خاص في ساتلايت معين خاص بهذه الخدمة بيسمى البرودكاستنج ساتلايت سيرفيس. في الموبايل برضو انت بتتوصل، الموبايل بيتوصل مع خدمة الساتلايت، فده بيسمى برضو ساتلايت خاص اسمه موبايل ساتلايت. في النافيجيشنال ساتلايت الخاص باللوكيشنز، عايز اعرف مثلا انا في انهي لوكيشنز، بتحديد الاحداثيات بتاعت الاكس وبتاعت الواي وبتاعت الزد. المترولوجيكال ساتلايت سيرفيسز برضو خاص مثلا زي حاجات التنقيب والارصاد الجويه وما نحو ذلك. دي خدمات خاصه بالساتلايت، يعني الساتلايت مش خدمه واحده، لا مجموعه من الخدمات حسب المسمى بتاع الساتلايت بتاعي. طيب هنشوف بقى هنا الاوربتس، المسارات وطرق اللانشنج. يعني انت دلوقتي هتحط الساتلايت ده في مسار حوالين الارض، تمام؟ ففي طرق معينة انت بتعملها عشان تتحكم انك تحط مثلا جسم معين حوالين ايه، سطح الارض، بحيث ان هو ما يقدر ما ايه ما يحصلوش ان الجاذبية تاخده، او يحصل دراج افكتس، ان ممكن الكرة الارضية تسحب الجسم ده او الساتلايت ده، فلازم يخضع لبعض القوانين. فده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. فبيقول لك ان الساتلايتس اللي هي بتدور حوالين الارض بتتبع بعض القواعد اللي هي بتكون خاصة بحركة البلانيتس حوالين الشمس، حركة الكواكب زي حركة الكواكب حوالين الشمس. هل بتلاقي الكواكب بتخبط في بعضها، او بيحصل انها تقع او تسقط او ما نحو ذلك؟ لا، لازم بتكون المسار بتاعها ماشية فيه وما بيحصلهاش اي خلل، بتبقى في وضع اتزان، بحيث ان لو حصل اي مشكلة او اي خلل هتلاقي تدمير للايه، للكون كله. لو الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس حصل لها اي خلل او في النظام بتاعها او عدم اتزان، فنفس الحكاية انت في جسم بتخليه يدور في مسار حوالين الارض، فلازم تلتزم بقواعد معينة. اللي تخصص في هذا الموضوع عالم فلك اسمه كيبلر، ده من 1571 ل 1630، هو اللي قدر ان هو يعمل ديريفيجنز لثلاث
قواعد بتوصف الحركة بتاعة الايه الكواكب، البلانيتري موشنز اللي بيخضع ليها القوانين دي، هي هيخضع ليها حركة الساتلايت حوالين الأرض. بعد كده سنة 65 1665 جه إسحاق نيوتن، اللي هو طبعا الهيستوري بتاعه من سنة 1642، مولود سنة 1642 ومتوفي 1727، خد الكيبلرز لو from his own law of mechanics وأنشأ قوانين الجاذبية. يعني الكيبلر قبل نيوتن، يعني نيوتن جه بعديه بدأ يطور في القوانين ويخضعها لقوانين الميكانيكية، وبدأ ينشئ علم خاص بالثيوري اوف جرافيتيشن اللي هو نظرية الايه الجاذبية. الكيبلرز لو بتأبلاي على ايه؟ على تو بودز، جسمين في السبيس ممكن ان هما بيحصل ما بينهم جاذبية، يعني تجاذب ما بينهم. يعني هو بيتكلم على تو بودز، فمين التو بودز دول اللي بيتكلم عنهم؟ اللي هو الارض مثلا والساتلايت. يعني المور ماسيف اوف ذا، يعني التو بودز اللي احنا هنتكلم عليهم از ريفيرد تو از ذا برايمري، از ذا اذر از سكندري. البرايمري يعني في عندي جسم هسميه الرئيسي البرايمري الاساسي بتاعي، والسكندري اللي هو الفرعي اللي هو هيمثل الساتلايت، والبرايمري هيمثل الايه الارض بالنسبه لي. تمام كده؟ طيب بنقول الكونسبت بتاع الفورس ان احنا عندنا ثواني بس، الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. دي واحده هرجع بالسلايد، الماوس تقيل جدا. الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، ودي من القوانين بتاعت القوه اللي جابها لنا نيوتن، ولذلك وحده الفورس بتبقى بنيوتن نسبه الى هذا العالم. فنيوتن از ا فورس، يعني تعريف نيوتن هو القوة اللي مطلوبة عشان تعمل عجلة لواحد كيلو، الجسم واحد كيلو خلاص، بواحد متر بير سكند سكوير، بأكسليريشن متر بير سكند سكوير. طب الماس اللي هو الكتلة بتاعت الجسم، الأكسليريشن العجلة، العجلة اللي هي ايه؟ معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، يعني السرعة بتتغير قد ايه بالنسبة للزمن، هو ده اسمه العجلة. والسرعة هي ايه؟ معدل الإزاحة بالنسبة للزمن، معدل تغير الإزاحة بالنسبة لتغير الزمن، هي دي اسمها الايه؟ السرعة. فالعجلة هي ايه؟ معدل تغير ايه؟ السرعة بالنسبة لمين؟ للزمن. فلما اضرب الاتنين في بعض، الكتلة دي في العجلة يديني الفورس. طيب الوحدة بتاعت نيوتن عبارة عن ايه؟ الماس وحدته كيلو جرام، والعجلة وحدتها متر بير سكند سكوير، حاصل ضرب الاثنين هيبقى كيلو جرام في متر بير سكند سكوير، يبقى ده الوحده اللي عندي اللي هي خاصه بالايه بالفورس. الوحدات مهمه قوي في الماده بتاعتنا. طيب بيقول لك بقى الاكسلريشن نتيجه الجاذبيه، الاكسلريشن ديو تو الجرافيتي، الاكسلريشن نتيجه الجاذبيه بتاعتي. خلي بالك، هو العالم نيوتن هو اللي ايه بدأ يفكر في عملية الجاذبية، زي ما انت عارف ان هو كان قاعد تحت شجرة لقى التفاحة نزلت من فوق لتحت، فقال لك ايه القوة اللي نزلتها، بدأ يفكر في عملية الايه القوة الجاذبية دي. فالاكسلريشن ديو تو جرافيتي دي تعتبر عجلة، معدل تغير سرعة بالنسبة للزمن. قال لك هي بتساوي ايه؟ ثابت اسمه ميو مقسوم على ار سكوير، الار سكوير دي اللي هي الراديوس نصف القطر من مركز الارض لحد القمر الصناعي، يعني من السنتر بتاع الارض لحد القمر الصناعي. يبقى من كده يبقى الميو بيقول لك بتساوي جي، الجي اللي هي جرافيتيشنز في الام اي. طب الميو ديت نقدر نقول الميو ديت عباره عن الجي في الام اي. الميو دي بيسميها زي كيبلرز كونستانت، اللي هي من المعلومه ديت الام دي الماس بتاع الايرث وجي جرافيتيشن، فما بيضرب الاثنين في بعض كتل الميو دي ثابت بيعبر عن حاصل ضرب الجي في الماس بتاعت الايرث،
الجي بكام؟ اسمها اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت، ومدي لك قيمته خلاص اللي هي 6.672 في 10 اس ل 20، والام دي الماس اوف ذا ايرث. طبعا الماس اوف ذا ايرث دي ثابته والجي ثابته، فبالتالي الميو ثابته خلاص. طب الراديوس من السنتر بتاع الايرث للساتلايت متغير ليه؟ لان الساتلايت ممكن يكون على بعد مختلف، لكن مركز الارض ثابت، لكن بعد عن القمر الصناعي، القمر الصناعي فين؟ ممكن القمر الصناعي يبقى في حته ايه، بعيده شويه، تمام كده. طيب يبقى اللي واضح امامنا ان الميو، قيمه الميو اللي هي عباره عن الايه، الجي في الام اي. طبعا هو ادالك القيمه بتاعت الميو بكام بناء على انه ضرب، حصل ضرب الجي في الام اي، والجي دي ثابته والام اي اللي هي الميث اوف ذا ايرث ثابته، فالميو هتطلع ايه، ثابته. فدلوقتي بقى يبقى الاكسلريشن نتيجه الجرافيتي عباره عن الميو على ار سكوير. الميو اللي هو رقم ثابت بيبقى جيفن بالنسبه لك في الامتحان. خلي بالك ان الميو هو مديها لك بكام، ب 3.9 مش عارف 8 6 وهكذا كده في 10 اس 5 كيلومتر كيوب بير سكند سكوير، دي وحدتها كيلومتر كيوب بير سكند سكوير. ساعات في الشيت، في الحلول بتاعت الشيت بتبقى متر كيوب بير سكند سكوير، يبقى بدل ما بيضرب في 10 اس 5 تلاقيه ضارب في كام، لما حول من كيلو لمتر بضرب في كام، في 1000 طبعا تو ذا باور 3 بقى 10 اس 9، فتلاقي دي 10 اس 14، عشان لما تلاقيها في الشيت 10 اس 14 ما تستغربش، ما تقولش المحاضره غير الشيت، لا هي هي، بس هو عامل وحده متر كيوب بير سكند سكوير، هنا عامل كيلو متر كيوب بير سكند سكوير، بس ده الفرق، تمام. فدي مهمه قوي اللي هي قيمه الميو، قيمه الثابت ده اسمها دي الاكسلريشن ان ووردز، الاكسلريشن نتيجة الجرافيتي عبارة عن ايه؟ ميو على ار سكوير، الميو ثابت، الار عبارة عن ايه؟ المسافة من مركز الارض للايه؟ القمر الصناعي. ماشي يا عبد الرحمن؟ طيب نشوف السلايد 18. في بقى الاكسلريشن اوت ووردز، يعني الاكسلريشن العجلة نتيجة ان انت رايح ناحية الارض، وفي العجلة نتيجة انك خارج من الارض، يعني زي قوة طرد، فبيسميها centrifugal accelerations. دي بتساوي v سكوير على r. التانية كانت ايه؟ ميو على r. دي v سكوير على r. ال r برضو هي هي نفس ال r. الراديوس من السنتر بتاع الايرث للساتلايت، من مركز الارض للقمر الصناعي، وال v اللي هي سرعة الكومبوننت، الكومبوننت اللي هي ممكن تكون الساتلايت، في الدايركشنز بيربنديكولار تو ذا روتيشن، اتجاه عمودي على الدوران خلاص. السرعه دي هي دي السرعه اسمها الفي اللي احنا بنعوض بيها. يبقى في عندي كام اكسلريشن؟ تو اكسلريشن، اكسلريشن انوارد ناحيه مركز الارض، واكسلريشن بتخرج لبره بتعمل سنتريفيوجال اكسلريشنز اللي هي بتساوي في سكوير على ايه؟ على ار. طيب دول مهمين قوي ان انت تعرفهم. فالفورسز بتاعه الساتلايت هيبقى في عندي تو فورسز، اف ان واف اوت، قوه طرد وقوه جذب. الفورس انوارد ديو تو جرافيتي هتبقى الماس في الاكسلريشن انوارد اللي هي ميو على ار سكوير اللي احنا لسه قايلينها. الفورس اوت ووردز اللي هي هتعمل قوة الطرد المركزية اللي هي هتبقى الماس في الاكسلريشن اوت اللي هي في سكوير على ار. يبقى في عندنا الفورس انوارد نتيجة الجاذبية بتسمى سنتربيتال فورس، التانية بتسمى سنتر فيوجال فورس. السنتر سنتر بيتال فورس سنتر سنتر بيتال فورس دي عبارة عن ايه؟ اف ان بتساوي الماس في الميو على ار سكوير. يبقى السنترابيتال فورس دي عباره عن الام في الميو على ار سكوير. ماشي؟ دي سامعني فيها ولا لا؟ السنترابيتال فورس دي واضحه؟ السنترابيتال فورس عباره عن الام في الميو على ار سكوير. السنترفيوجال فورس عباره عن الام في الفي سكوير على ار. السنترابيتال فورس دي جايه منين؟ السنترابيتال فورس دي جايه منين؟ جايه من الاكسلريشن انوارد.
والسنترفيوجال فورس دي جايه منين؟ جايه من الاكسلريشنز الاوتورد، يعني ماس في الاكسلريشن الاوتورد، تمام كده. طيب هو حاطط لك الميو اللي هي بتساوي جي في الام، الجي دي احنا اللي اتكلمنا عنها، الماس بتاع الايرث، والجي اليونيفرسال جرافيتيشن، فهي دي الاف ان ودي الاف اي اوت، ماشي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كام قوه؟ السنتريبيتال فورس والسنترفيوجال فورس، قوه الايه؟ الجذب وقوه الطرد المركزيه طبعا. طيب في بقى اتزان ما بين القوتين دول، السنتريبيتال فورس والسنترفيوجال فورس، في اتزان ما بينهم ان هما الاثنين متزنين. يتزنوا ازاي؟ يعني اف ان بتساوي اف اوت، تمام. يبقى السنتريبيتال فورس والسنترفيوجال فورس المفروض ان هما ايكويفالنت لبعض، يعني اف ان بتساوي اف اوت. بنسولف، بتحلها عادي، بتصل الى ان السرعه بتاعت الجسم بتساوي ميو على ار تو ذا باور هاف، يعني جذر ميو على ار، خلاص. طبعا لو الاوربت ده سيركولر اوربت، هتلاقي ان التي اللي هي البريودك تايم او البريود بتاعتي، البريود بتاعت الساتلايت، وقلت البريود بتاعت الساتلايت يعني ايه؟ يعني الساتلايت بدأ عند نقطه انتهى على نفس النقطه، فتلاقي ان التي بتساوي ايه؟ 2 باي ار على في، تمام. ومنها لو انا شلت الفي من المعادله اللي فوق وعوضت ميو، ميو على ار كل ده باور نص، هتلاقي ان هنا ميو الار باور نص تطلع فوق مع ار تو ذا باور 1، تبقى ار تو ذا باور 3 على 2 على ميو تو ذا باور نص. يبقى كده البيريود دي بتاخد وقت قد ايه؟ بتعتمد على الراديوس وبتعتمد على الايه؟ السرعه. بتعتمد على الراديوس وبتعتمد على مين؟ على السرعه، تمام كده. طيب يبقى انا كده عرفنا الايه؟ التو فورسز الاف ان والاف اوت اللي هي السنتريبيتال فورس والسنتر فيوجال فورس، وسويناهم ببعض، جبنا منهم المعادلات اللي قدامنا، تمام. طيب اكزامبل على السيركولار اوربت، في عندي طبعا انظمه مختلفه، طبعا انت عارف الايه؟ النايل سات، وفي مش عارف الايريديوم والسكاي بريدج حسب الساتلايت سيستم، والاي سي او جلوبال، انواع ساتلايت بيختلف كل ساتلايت من التاني في ايه بقى؟ في ارتفاع عن سطح الارض، طبعا انا بقيس اوربيتال هايت بالكيلومتر، بقيس من مركز الكره الارضيه، فمدي لك الارتفاعات المختلفه، بعد كده مدي لك السرعات، بعد كده مديك التي، خلاص كده. يبقى نجيب السرعه اهي، يعني دلوقتي انت عندك اهي في السلايد اللي فاتت اهي، السرعه بتساوي ميو على ار كل ده تربيع، تقدر انك انت تحسب الايه؟ السرعات من ده، خدت بالك؟ فالار بتاعتك عباره عن ايه؟ الارتفاع ده مجموع على إيه؟ اللي هو الراديوس، الارتفاع اللي هو من مركز الارض، فتقدر تجيب السرعه وتقدر تجيب الاوربيتال بيريود برضو من القانون اللي كان في السلايد اللي فاتت. فهو مدي لك اكزامبل على كذا ساتلايت، الفيلوسيتي بتاعه سرعته حوالين الارض بكام، والبيريود بتاعه بياخد وقت قد ايه. طبعا من الواضح لو سرعته قليله فتلاقي ان البيريود بتاعه هو قليل، بيبقى البيريود بتاعه كبير، يعني واخد 23 ساعه و56 منت و4 سكند تقريبا يوم. انما لما يكون السرعه بتاعته اكبر هتلاقي ان البريود قلت، لقيته في 5 ساعات بياخد دوره كامله، و55 دقيقه و48 و4 من 10 ثانيه. السكاي بريدج سرعته 7.1272 كيلومتر بير سكند، هتلاقي ان واخد ساعه و55 دقيقه و17.8 من 10 سكند، وهكذا. والإريديوم برضه كاتب لك اللي هو الفيلوسيتي 7 وشويه، فواخد ساعه و40 دقيقه و27 ثانيه. يبقى ده بالنسبه للسرعه وبالنسبه للبريود. طيب ايه بقى الليميتيشنز على الاوربتس؟ الحدود، ليه حدود معينه للاوربت؟ اول حاجه اللي احنا لسه شارحينها، لازم يبقى في اتزان ما بين الانوورد جرافيتيشنال اللي هو متمثل في السنتريبيتال فورس
والسنتر فيوجال فورس اللي هو الاوت وورد، لازم يبقى فيه اتزان ان هو بيساوي بعض. المفروض ان هو ما يبقاش قريب قوي من سطح الارض في على ارتفاع بعيد عن سطح الارض اللي هو الاوربت المسار اللي بتحط فيه القمر الصناعي، لان ده ممكن يخليه سلو داون ديو تو اتموسفير ويروح راجع لسطح الارض او ينفجر او يقع على سطح الارض. بيقول لك الفيلوسيتي السرعه لازم تبقى في الرايت دايركشن في الاتجاه اليمين بارلل موازي للايرث سيرفيسز، موازي لسطح الارض، يعني ما يجيش في مسار كده ماشي في حته وبعدين راح طالع لفوق وبعدين ماشي في مسار، لا لازم يبقى المسار كامل بارلل لسطح الايه الارض. طيب ندخل بقى على ده كده يأهلني ان انا ادخل على كيبلرز لو، قوانين كيبلرز، القوانين الخاصه بمين بكيبلرز. طبعا هنا لو بصينا للكوردينيت سيستم 1 الايرث مين بلينز، بيقولك ان الايرث از ات ذا سنتر اوف كوردينيت سيستم، الايرث دي بتبقى في المركز بتاع الكوردينيت سيستم. لو انا بصيت للكوردينيت سيستم اللي فيه اكس واي وزد، طبعا الريفرنس بلينز كونسايد وذ ذا ايكواتور اند ذا بولر اكسس. خلي بالك ان انت عندك الريفرنس بتاعي او المرجعيه ان انا بالنسبه للايكواتوريال بلين اللي هو اللي فيه خط الاستواء، المستوى بتاع خط الاستواء ده يعتبر الريفرنس بتاعي بالنسبه لخطوط العرضيه. يعني انا مثلا دلوقتي خطوط عرض، الريفرنس بتاعي الاساسي انا على بعد قد ايه من الاكواتوريال بلين، بالنسبه لخطوط الطول انا قد ايه بالنسبه للبولر بلين، في بولر اهو اللي هو عمودي على الاكواتوريال بلين زي الكره اللي هو عاملها لك دي خلاص. وهنا بيبقى على بعد معين من سطح الارض على راديوس معين بيحصل هنا الاير روتيشنز بتاعتك. طبعا بقت مور كونفينينت تو يوز ذيس كوردينيت سيستم، يعني بقت اكثر تقليديا ان احنا نستخدم الاكس والواي والزد، احنا بقينا بنستخدم دلوقتي كوردينيتس كتيره. تعال نشوف كده، في بقى كوردينيت سيستم تاني بقى اللي هو الاوربيتال بلين كوردينيت سيستم. يعني انا هتكلم على اللي زي في الهندسه الفراغيه، بدل ما بتكلم على اكس بلين واي بلين وزد بلين، لا انا حسب الستلايت بقى. الايرث بتبقى عند السنتر بتاع الكوردينيت سيستم برضو زي ما اتفقنا، الريفرنس بلين كونسايد بتبقى متطابقه وذ اوربيتال بلين بتاع الستلايت. يبقى الريفرنس بتاعي مش هيبقى بقى ان انا اشتغل على الاكواتوريال بلين واشتغل على البولر بلين، لا انا هشتغل على ايه، الساتلايت ده ماشي في ايه؟ في اوربت معين. البلين بتاعه ده اسمه الاوربيتال بلين، هو ده البلين اللي انا هشتغل عليه. خلاص؟ يبقى هنا اوفن ديفايند از ذا دايركشن اوف، بيقول الدايركشنز اوف حاجه اسمها البريجي اللي انا شرحتها قبل كده. طيب عايزين بقى ننشئ الايكويشنز بتاع اوربت 1 المسار بتاعي. طبعا تعالى نكتب بقى الجرافيتيشنال فورس بتاعتنا، الفورس باتجاه، احنا عارفين ان في الفورس دي تعتبر فيكتور ليها اتجاه، انت بتزق جسم في اتجاه معين يبقى قوته في الاتجاه اللي انت بتزق فيه دوت، خدت بالك؟ فهو كاتب لك ايه الاكسبريشن او الجرافيتيشنال فورس بتاعتي، بكتبها الاف بتساوي سالب الميو في الام في ال r directions على ال r كيوب. ايه دي بقى؟ ال r دي is the vector in the direction في اتجاه، directions vectors بيحدد لك الاتجاه من مركز الارض للساتلايت بماجنتيود ايه؟ r، الماجنتيود بتاعه ايه؟ r. لكن انت عارف ان الفورس بيساوي ايه؟ الماس في الاكسلريشن، يعني احنا عارفين ان الايه الفورس بيساوي الماس في الاكسلريشن. يعني ايه الماس في الاكسلريشن؟ يعني احنا قلنا الاكسلريشن هي ايه؟ معدل الايه الزمن، معدل السرعه بالنسبه للزمن، والازاحه والسرعه معدل الازاحه بالنسبه للزمن. فلو انا بريفير الكلام للاكسلريشن بالنسبه للازاحه، فهيبقى كاني فاضلت مرتين مش مره واحده، ما المعدل ده يعني تفاضل. يعني انا الاكسلريشن هي تفاضل الايه السرعه بالنسبه للزمن،
والسرعة نفسها هي تفاضل الإزاحة بالنسبة للزمن. فلو عوضت يبقى كده العجلة عبارة عن تفاضل الإزاحة مرتين بالنسبة للزمن، يعني ده اللي هو كاتبه لك اهو. خلاص، فهذه equating بتنتج عن السكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز، ان انت بتقول ان انا عندي القوة بتاعتي اللي هي دي تفاضل الإزاحة بالنسبة للزمن مرتين، زائد الميو في الار على ار كيوب. دي جت منين؟ انا ضارب الماس في الاكسلريشن، فالاكسلريشن هي عبارة عن مين؟ الميو في الار على ار سكوير، مجموع الاتنين دول بيساوي صفر. يبقى دي ايه؟ زي differential equation من السكند اوردر، تحلها عشان تبقى تجيب الايه الازاحة نفسها بكام، او متجه الازاحة نفسه. خلاص، يبقى انت كده عملت equation للمسار. يبقى دي الايكويشن، المعادله بتاعه المسار اللي هي سكند ديفرنشالز ايكويشنز اللي مكتوبه تحت عندك دي. تمام. طيب طبعا بتحل هذه الديفرنشال ايكويشن، بينتج عنها الثلاث قوانين بتوع المسار اللي هي بتمثل الكيبلرز لو. فكيبلرز لو ده عامل ثلاث قوانين، وبيبقى في عندنا زي ستة كونستانت خاصين بالاوربيتال كونستانت which define the orbit. يبقى الكيبلرز لو بتاعنا بتاع البلانيتري موشنز البلانيت، انت طبعا عندك المفروض الكوكب بيبقى ماشي في المسار معين، فانا ايه القوانين اللي خاضع ليها؟ هي خاضع لقوانين مين؟ كيبلر. فهو القوانين دي متطابقة مع قوانين الحركة بتاعت الساتلايت القمر الصناعي حوالين الأرض، ومتطابقة مع البلانتس حوالين الشمس، الكواكب حوالين الشمس. هو طبعا المفروض كيبلر ده عالم ألماني، هو استنتج القوانين بتاعته بالملاحظة by observation only. جه نيوتن بعديه كمل بقى العلاقات بعديه بحوالي فترة كبيرة، حوالي 50 سنة، جاب علاقات تانية استنتجها من مين؟ من كيبلرز لو. تمام كده. طيب القانون الاول هو في كيبلر، هنقول الثلاث قوانين كده نصهم ايه ونشرحهم بعد كده. القانون الاول بيقول ان الاوربت المسار is an ellipse، يعني على شكل ellipse. الاليبس دي يعني شكل ايه؟ بيضاوي، مش شكل دائري. With the larger body، يعني البادي التقيلة الكبيرة اللي هي الإيرث. الإيرث أتقل من القمر الصناعي، أو أتقل من القمر in general. حتى القمر أنت عارف إن الجاذبية بتاعت القمر أقل من الجاذبية بتاعت الأرض. نلاقي جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. ليه؟ لأن هو الماس بتاع القمر سدس الماس بتاعت الأرض. فاللارجر بادي دي بتبقى في واحد من البؤرتين. أنت عارفين الإليبس بيبقى إيه؟ في بدل ما يكون في مركز واحد، في مركزين بيسموهم بؤرة اسمها فوكس. فهو ليه اتنين فوكس، واحد منهم بيبقى الإيرث. خلاص، يبقى المسار بتاعي ايه؟ بيضاوي، اللي بحط فيه الساتلايت او الجسم بتاعي. إيه السكند لو بيقول؟ ان الساتلايت سويبس اوت، يعني بيقطع ايكوال ارك ان ايكوال تايم. طبعا في الاليبس في ارك، فالارك ده هو قطع مسافة كده ايه ايكوال، اللي قطعها دي في زمن ايكوال. خلي بالك الارك ده مثلا لو انت مثلا الاليبس، لو الساتلايت بعيد قوي، فالارك هيقطع مثلا جزء معين من الارك في تايم متساوي. لو انت بصيت لواحد تي لو لمسار تاني، هتلاقيه الارك ده مع الارك ده ايكوال اركس ان ايكوال تايم. بس دي هتعتمد ان احنا نوري لك الرسمه بتاعتها عشان تبان، لان انا بشوف المساحه من المركز لحد الارك ده عشان احدد الايكوال تايم ده. فور ان اليبس ده بيعني ايه؟ السكند لو ده بيعني ايه؟ ان السرعه فاريز اراوند ذا اوربت، يعني انا قريب من الارض سرعتي اعلى ولا اقل، غير لما تبقى قريب. يعني لو انت المسار بتاعك اللي انت ماشي فيه ده اليبس، ففي جزء انت بتبقى في المسار بعيد عن الارض، وفي جزء بتبقى قريب من الارض. انهي اللي سرعتك بتبقى اعلى فيه؟ هو اللي بيحدده السكند لو ده. طب السيرد لو بقى بيقول ايه؟
ان مربع البيريود، البيريود احنا قلنا المسار الكامل اللي بيدور بيه الساتلايت حوالين الارض، المسار ده كله اسمه بيريود. الزمن ده خد زمن قد ايه عشان يبدأ من نقطة وينتهي على نفس النقطة او يعمل دورة كاملة؟ الزمن ده قد ايه؟ فمربع البيريود ده بتاع ريفوليوشن بيساوي كونستانت في الثيرد باور اوف ذا سيمي ميجور اكسس اوف ذا اليبس. السيمي ميجور اكسس اوف ذا اليبس دي زي كده قريب من معنى الراديوس في حاله الايه الدايره، فهو ثيرد باور يعني تو ذا باور 3. تضرب الاثنين دول في بعض يدي لك مربع الايه الزمن الدوري، الدوره الكامله للساتلايت حوالين الارض. طبعا هنشوف الكلام ده دلوقتي، طبعا بس عايز كده ريفيو على الاليبس جيومتري عشان برضو دي هتساعدنا في الكلام اللي هنقوله بعد كده. انا الاليبس اهو الشكل، المسار اللي باللون الازرق ده شكل اليبس، فزي ما انت شايف فيه تو فوكس، في اهو الفوكس ده والفوكس ده. خلاص انا ممكن اعملها بالليزر، ادي اهو فوكس اهو وادي فوكس اهو، وعندك الاليبس بيمشي حوالين اهو كده، المسار ده شكله فوكس. البوينت بيقولك سالب سي وزيرو، سي وزيرو ار ذا فوكاي، فوكاي دي جمع فوكس اللي هي البؤرتين اللي موجودين. فبيقولك بوينت سالب ايه وزيرو، وايه وزيرو اهي سالب ايه وزيرو، وايه وزيرو ار ذا فيرتيسيز، ما بيتقاطع مع الفيرتيكال لاين، ده بنسميه الفيرتيسيز. اللاين ما بين الفيرتيسيز ما بين الفيرتكس الفي اي زيرو والفي سالب اي زيرو دي بنسميها الماجور اكسس، الاكسس الرئيسي. الاي اللي هي نصها دي اسمها اللينس بتاع السيمي ميجور اكسس، طول شبه الميجور اكسس. يعني الميجور اكسس هو من ايه، من سالب ايه لايه، ده اسمه الميجور اكسس. نصه بقى من الزيرو لحد الايه، ده اسمه سيمي ميجور اكسس. اللاين ما بين زيرو بي وزيرو سالب بي ده بنسميه المينيور اكسس الصغير ده. البي طبعا من زيرو برضو بنفس الكلام اللي قلناه في الميجور اكسس، من الزيرو للبي اسمه الايه السيمي مينيور اكسس. في ريليشنز مهمه قوي، ان اي سكوير اللي هي الميجور اكسس بتساوي بي سكوير زائد سي سكوير. البي طيب اللي هي الايه المينيور اكسس زائد السي المسافه ما بين البؤرتين التو فوكس، بياخد على القانون ده. وفي برضو عندي لو انا واقف عند اي نقطة على المسار بتاعي لازم اخضع للايكويشنز دي، ان اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع بتساوي واحد. خلاص الاريا بتاعت الاليبس، مساحة الاليبس هي بتساوي باي في الاي في البي. يعني هضرب حاصل ضرب الاي في البي، حاصل ضرب الاي في البي في الباي، هو ده الايه الاريا بتاعت الاليبس بتاعتي. تمام. طيب ماشي. طيب يبقى الكيبلر، نبدأ بقى بكيبلر فيرست لو، نبدأ نشرح ايه كيبلر فيرست لو. بيستيت ايه؟ زي ما قلنا الباص بيقول كده، نص القانون ان الباص فولود باي ذا ساتلايت around the primary will be an ellipse. يعني المسار اللي بيمشي فيه الساتلايت حوالين البرايمري اللي هو الارض لازم يبقى ليه ده شكل ellipse، ده نص القانون. الاليبس دوت تمام، الاليبس has لي تو فوكس اللي هم اف 1 واف 2. في عندنا بقى في كيبلر كيبلرز فيرست لو زي ما بنقول ان المسار بتاعي بيبقى عباره عن ellipse. طبعا الاجسام اللي احنا بنفترض، احنا قلنا في جسمين عند الايه الفوكس، انا عندي تو فوكس اف 1 واف 2، جسم منهم الايرث وجسم منهم الساتلايت. طبعا هنا بيقول لك حاجه تانية، ان السنتر المركز بتاع الماس بتاع التو بودي سيستم بتوع الجسمين تيرمت ذا بيري سنتر از اولويز سنترد اون وان بتوع الفوكس. طبعا المركز بتاع الجسم يعني هو بمعنى ادق اللي بيبقى متمركز في الفوكس هو مركز الايه الجسم، يعني مركز سواء مركز الساتلايت او مركز الايه الايرث. طبعا هنا نتيجة الفرق الكبير ما بين
الكتلة بتاعت الايرث والساتلايت بنقول ان السنتر اوف ذا ماس اللي هي مركز الكتلة بيتركز في فين؟ في السنتر اوف ذا ايرث. يعني بنقول ان السنتر اوف ذا ماس اللي هو مركز الكتلة بيتطابق مع مركز الايه الايرث which is therefore always at one of the a of the focus. طيب تعال نشوف كده. انا دلوقتي اهو بيقول لي في كيبلر فيرست لو انا شايف الايه المسار بتاعي عباره عن اليبس، وزي ما شرحنا في الاليبس انا عندي تو فوكس اف 1 واف 2، الماجور اكسس اللي هو بيمثل القطر الكبير، المانيور اكسس اللي هو القطر الصغير، اكبر قطر اللي هو الماجور اكسس اللي هو الخط الايه الفيرتيكال الخط الهوريزونتال ده الماجور اكسس، المانيور اللي هو الخط الايه الصغير القطر الصغير. طبعا ال F1 وال F2 are the semi major axis A and the semi minor axis B. لو قلت semi يبقى واخد نصه كأنك واخد الراديوس، فالراديوس في راديوس A وراديوس B. لو قلت major من غير semi كأنك بتتكلم عن قطر، القطر كله تمام، نصف القطر اسمه semi major. انا عندي هنا قطرين مش قطر واحد، خلاص. طيب الكيبلر فيرست لو اهو، كمل حضرتك كمل. ماشي، الكيبلر فيرست لو عندنا الاي اللي هي الاسنتريسيتي، هنعرف حاجة اسمها الاي اللي هي ما بين 0 و1، قيمة معينة او ثابت معين ما بين 0 وال1. الاي دي بتساوي صفر لو كانت دايرة، خلاص. طبعا انا حاطط كده المركز بتاعي بتاع الدايرة عند الاورجن اللي هو السنتر اوف ذا ايرث اللي هو الوان فوكس اوف ذا اليبس، خلاص. السي اللي هي السنتر اوف ذا اليبس، مركز الاليبس بتاعي اللي هو سي. في البريجي اللي هو البوينت، اقرب بوينت للارض اسمها البريجي. الابوجي اللي هي البوينت ابعد نقطه من الارض، ابعد نقطه عندي منين؟ من الارض. اللي طبعا هنا الاي بتساوي اللينس بتاع السيمي ميجور اكسس. احنا قلنا ان الاي هو الاي الطول بتاع السيمي ميجور اكسس، عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف كده البريجي اللي هي ايه المفروض ان هي النقطه القريبه من سطح الارض، الابوجي اللي هي البوينت اللي بعيده جدا عن سطح الارض، يعني في نقطه بعيده قوي عن سطح الارض، تمام. لو احنا جينا جمعنا اللي هي البريجي زائد الابوجي قسمنا على 2 يديني اللينس بتاع السيمي ميجور اكسس اللي هو الاي. البي برضو بنفس الطريقه اللينس بتاع السيمي مينيور اكسس. في بقى حاجه اسمها البي اللي هي عرض الاليبس ات ذا فوكس اللي هي بتساوي اي، الاي اللي هي السيمي ميجور اكسس بتاع السيمي ميجور اكسس في 1 ناقص اي سكوير. الاي ده اللي هو البارامترز اللي احنا اتكلمنا عنه في الرسم اهو. انا واقف عند نقطه معينه ولو يكن هي النقطه دي، البعد عن الابوجي اللي هي A في 1 اللي هو ابعد نقطة، A في 1 زائد ال E اللي هو المسافة دي اسمها A في 1 ناقص ال E. لو ال E دي بصفر هيبقى دي دايرة، لان هتبقى ديت ب A وديت ب A هينطبقوا الايهين على بعض، في المسافة دي هيبقوا قد بعض، فهتبقى كأني في المركز، فهتبقى دي دايرة. يبقى انا ادي الارض اهي مثلا، خلاص. البعد ده اسمه ايه؟ السيمي ميجور اكسس في 1 زائد اي. الاي ده ثابت اسمه الاسنتريسيتي اللي هو بيتراوح من 0 ل 1، والتاني ايه في 1 ناقص الاي. البي اللي هي الويتس بتاعت الاليبس ات فوكس، طبعا المسافه دي بنقول عليها ايه 1 ناقص اي سكوير. في مثلا العرض بنقول بتاع الاليبس ات الفوكس بيساوي ايه في 1 ناقص اي سكوير. الار الديستانس ايرث سنتر للساتلايت من مركز الارض للساتلايت اسمه الار نود. الزاويه ما بين الار نود والبريجي بيسموها ترو انومالي، ودي برضو هناخدها بالتفصيل شويه بعد كده. يعني هو زي تحليل بيعمله للاليبس بتاعك، العنصر المهم بتاعي اللي هو الاسنتريسيتي اللي هو الاي اللي انت تبقى ايه عارفها، هي جديده في الموضوع، والانومالي. الاي بقى جاب لها قانون، لو الاي هي السيمي ميجور اكسس والبي هي السيمي مينيور اكسس، الاسنتريسيتي بتاع الاوربت اليبس،
ال اي بتساوي جذر ايه سكوير ناقص بي سكوير على ايه. لو سيركلر اوربت يبقى الاي والبي بيساووا بعض، يبقى ايه سكوير ناقص بي سكوير بصفر، على صفر على اي رقم سي الاي يبقى صفر، يبقى الاي بصفر. لما يحصل ان الاي تطابقت مع البي ساوت بعضها يبقى الاي بكام؟ بزيرو. سكند لو بيقول ايه؟ فور ايكوال تايم انترفال، لايه؟ لازمنه متساويه، اساتلايت بيقطع ايكوال اريا. تعال بص كده، لو ايكوال تايم يعني انت مثلا فور ايكوال تايم، تعال بص كده، زمن ثابت يعني مثلا خدت مثلا زمن ساعه لقيته قطع الحته دي، وفي زمن هنا ساعه قطع الحته دي، خلاص هتلاقي ان المساحه لو انت خدت من المركز رحت عامل خطين عملت كانه مثلث حوالين الارك والارك التاني، هتلاقي ان المساحتين بيساووا بعض، يعني A1 بتساوي A2. طبعا دي نتيجه خطيره جدا، يعني انا دلوقتي زمن ثابت الخط اللي انا قطعته ده قطعت ايه هنا في ساعه رحت قاطع الحته دي، وهنا في ساعه قطعت جزء اكبر، دليل ايه؟ اها لما اجيب المساحه هنا A1 و A2 الاقيهم قد بعض. دي معناها ايه؟ لما يكون في زمن ثابت انت قطعت حته صغيره يبقى دليل ان سرعتك قليله، هنا في زمن ثابت قطعت حته كبيره دليل ان سرعتك عاليه، يبقى اللي قريب من الارض سرعته عاليه، خلاص. وهو ده الاستنتاج لسكند لو اللي هي بتقول ايكوال اريا اركس، اللي هي بتسمى بايكوال اريا اركس اللي هو كيبلر سكند لو. فبيقول لك ان الساتلايت بياخد لونجر عشان يترافل ا جيفن ديستانس لمسافه معينه لو هي فارذر اواي فروم ذا ايرث، لو انت بعيد عن سطح الارض بتاخد زمن اطول. يوز is made of the property to increase the length of the time a satellite can be seen from a particular geographic regions of the earth. دي معناها ان الساتلايت قريب من الارض ممكن تبقى سرعته عاليه، بعيد عن الارض بيبقى سرعته قليله، تمام. تعالى كده، لو هنا اهو زي ما هو حاطط لك كده، اف تي 2 ناقص تي 1 بتساوي تي 4 ناقص تي 3، زمن فرق الزمن يعني الارك ده خد زمن قد ده، الفيلوسيتي اوف ذا ساتلايت is slowest أبطأ at أبوجي and fast at the بريجي. ودي نفس النتيجة اللي احنا ايه قلناها، بعيد عن الأرض سرعة قليلة، قريب من الأرض يبقى سرعة ايه عالية. الكيبلر سيرد لو اللي هو الأوربيتال أوربت، اللي هي اللو دي خاصة ليها عنوان خاص بالأوربيتال بيريود. أوربيتال بيريود، الاوربيتال بيريود يعني ايه؟ يعني الزمن الدوري بتاع الاوربت عايز احسبه. هو بقى اختص القانون التالت لده، بينص على ايه؟ ان السكوير بتاع البريودك تايم، المربع بتاع البريودك تايم بتاع الاوربت متناسب تناسب طردي للمكعب بتاع المين ديستانس، يعني متوسط المسافة ما بين التو باطس. يعني ايه؟ نجيبها ازاي؟ قال لك ان تي سكوير اللي هي البريودك تايم متربعه بتساوي 4 باي سكوير في اي كيوب، اي كيوب اللي هي اللي نقول المسافه ما بين التو بادز، على الميو الثابت كيبلر اللي قلنا عليه قبل كده اللي هو جي في الام اي، تمام. نقدر نستنتج من دي ان الاي كيوب بتساوي ميو على ان سكوير، هي ال ان دي الميو الثابت والان اللي هي المين موشن اللي هي متوسط الحركه بتاعه الساتلايت بريديان بير سكند. متوسط الازاحه دي بكام؟ بالراديان بير سكند، راد بير سكند زي الاوميجا يعني سرعه. متوسط السرعه بتاعه الساتلايت بتتقاس بايه؟ بريديان بير سكند. بس سرعه راديان بير سكند يعني ايه؟ على حلقه، على دايره، على اليبس، على كذا، فبتتقال راديان بير ايه؟ بير سكند. طيب ده القانون الايه التالت. طبعا هيبقى في اكزامبل، ممكن الاكزامبل دي يعني نحلها مع بعض في المحاضرة اللي جاية، عشان احنا طبعا شغالين اونلاين، فالاسبوع الجاي هنبقى نشتغل مع بعض في المحاضرة، فيستحسن ايه نشتغل الحتة دي، او ممكن اكملها لك ونعيد عليها مفيش مشكلة. ان انا بيقول لك الاوربيتال بيريود ان كونستانت بتساوي تي بتساوي 2 باي على ان، ماشي يا دكتور الاسبوع الجاي.
طيب مفيش مشكلة، ماشي، يبقى كده تنتهي مع بعض المحاضرة بتاعتنا ونستكمل الايه المرة الجاية.